بالنسبة لما ذكر الأخ الفاضل الأستاذ خالد الشطي، وزارة الداخلية قامت برفع عدة قضايا على المدعو رفاعي، وهو موجود خارج الكويت الآن وعليه طلب إلقاء قبض، فإن شاء الله إذا وصل الكويت راح نطبق عليه الأحكام اللي أصدرت، بس الوزارة لم تتراخى في تطبيق القانون عليه وعلى غيره. الوزارة تطبق القانون حسب المسطرة، مواطنين كلهم سواسية، سواء إذا أخطأ من هالفئة في كسر القانون نطبقها عليه أو من أي فئة أخرى.